تفاصيل كثيرة ممكن نعرفها من ضيفنا على سكايب الصحفي آرثر ديفيز، وهو صحفي من زامبيا ومطلع على القضية بتفاصيلها. مرحبا بك سيد آرثر، أهلا بك معنا في برنامج إيه الحكاية على قناة الشرق المصرية. شكرا لكم، أنا سعيد أن أكون معكم. خلينا نتوجه مباشرة إلى القضية وآخر التطورات. عرضنا خبر منذ قليل بيتطلع إلى أن رئيس النيابة في زامبيا والمسؤول عن قضية الطائرة التي كان بها شنط محملة بالذهب والأموال رفض إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية، وتعنت في هذا القرار حسب قول المحامين أن ليس هناك سبب للتعنت وكان يجب الإفراج عنهم بموجب القانون في زامبيا. تعليق حضرتك على هذا الخبر أو على هذا القرار؟ نعم، شكرا جزيلا لكم على هذا الموضوع، وأيضا أنه ما يحدث تجاه الوضع للمتهمين، وأيضا هناك خاصة متابعة من السلطات لمتابعة هذا الأمر، وأيضا هناك أمور كثيرة جدا يجب متابعتها، وأن هذه أيضا القضية تتابع من قبل السلطات الزامبية، وأيضا يحاول أنه ممكن يخرجون بكفالة، وممكن أن يكون متابعة من النيابة العامة وأيضا من السلطات الزامبية ولجنة خاصة في هذه القضية، لأنه هذه قضية كبيرة جدا، وخاصة أنها لم تحدث أبدا في زامبيا من قبل، وهذه مفاجأة للدولة. وأيضا كما تعلمون أنه من الممكن أكثرهم أنهم ليسوا من زامبيا، ليسوا مواطنين من زامبيا، فأيضا هذا يهدد الوضع في زامبيا، وإلا أنه هذه القضية على أرض الواقع. وأنا أفهم أيضا أنه خاصة هذه القضية التي تم وضع بيان واضح وصلاحية تجاه ما حدث، وأيضا أنه من الممكن إخراجهم بكفالة، وهذا سوف يستمر إلى وقت ما في المستقبل. وأيضا الهيئة الدفاعية على المتهمين أيضا يتابعون هذا الأمر، لكنه الطعن في الحكم، وأيضا متابعة هذه القضية من أجل محاكمتهم أو في هذه القضية، لكنه أنهم لديهم الحق من أجل أنهم يدافعوا عن أنفسهم، ومتابعة هذه الأمور بطريقة قضائية ونزيهة، وقرار صائب، لكنه أيضا خاصة أنهم الآن هم تحت سيطرة الشرطة، لكنه غدا أيضا ستكون هناك محاكمة أخرى في يوم الأربعاء، وأنه الوزارة سوف تتابع متابعة هذا الأمر، وأيضا لكي يروا إذا أنه تؤخذ قرارات أخرى تجاه هذه القضية والاستمرار بها، وأنه تكون نتائج أخرى من قبل الدولة تجاه هذه القضية. نتوقع في محاكمة الغد أن يتم الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية تحددها المحكمة؟ نعم، التوقعات بهذا الموضوع ممكن تكون واسعة جدا، وبالواضح أنه احتمال كبير جدا، والقاضي في المحكمة سوف يتابع هذا الأمر من ناحية خروجهم بكفالة من الجهتين، ولكن هناك أيضا حوارات بين المحكمة والقضاة وأيضا هيئة الدفاع على المتهمين، وأن القرار الشرعي أنه حسب قوانين الدولة،
وسوف يبقوا في السجن، وأيضا سوف تتابع قضيتهم حسب أنه الوضع الحالي لهم الآن هم تحت وصاية الحكومة وحسب قرارات المحكمة، لكننا لا نعرف ماذا سوف يحدث. وأيضا كما تعلمون ننتظر إلى أنه تأتي النتائج الأخيرة اتجاههم. سأسأل حضرتك سؤال آخر. حضرتك ذكرت أن مثل هذه النوعية من القضايا أو الجرائم غريبة على المجتمع الزامبي، وخصوصا أن كافة المتورطين في تلك القضية ليسوا مواطنين زامبيين، لكن هناك على الطائرة من تم القبض عليهم من زامبيا، هناك أسماء كبيرة متورطة في القضية من زامبيا، لدينا أسماء لرجال أعمال، لدينا أسماء لأعضاء في مجلس النواب سابقا، لدينا أسماء لرجال أمن، فمعنى ذلك أنها قضية متورط فيها الجانب الزامبي بصورة كبيرة، أو هكذا أرى يعني. أتمنى أن حضرتك تصحح لو ما أراه خاطئ. طبعا الأسماء التي تم ذكرها في حسب تطبيق القانون وتنفيذ القانون، وأنه في سيناريو زامبيا نحن دائما نعتمد على القانون، وحسب أن القضية بدأت ونتابعها وما أعطي أيضا في محكمة القانون، ومن ناحية أيضا نحاول أنه من هؤلاء الذين هم تورطوا في هذه القضية وكيف سوف يحكم عليهم، لكنه هنا هناك متابعة أخرى تتابع من قبل الحكومة ومن قبل القضاة، وأيضا تعلمون أنهم تم إلقاء القبض عليهم، وهناك طبعا أمور كثيرة جدا يجب التحقيق بها. هم ليسوا من المواطنين في زامبيا، وهذا طبعا كان مفاجأة كبيرة جدا على جمهورية زامبيا، لكنه هذه الطائرة التي أتت من مصر وكانت مفاجأة كبيرة جدا لما حدث، ورأينا الكثير من الأمور قد حدثت بسبب هذه القضية، ونحن نؤكد بأنه شخص ما من الشرطة الذي هو كان مسؤولا عن هذه العملية وتم القبض عليه، وشخص هو كان يعمل أيضا بهذه القضية وهو أيضا يعمل في المكتب الرسمي في الدولة، وأنه زامبيا تتابع هذا الأمر، ورأينا أيضا أنه بهذا الأمر أمور كثيرة جدا وأشخاص كثيرون جدا تم إلقاء القبض عليهم، وأيضا رأينا هذا إلقاء القبض يستمر، خاصة هناك رجال أعمال أيضا كما ذكرت حضرتك، وجامبلين أيضا كان رجل أعمال آخر تم إلقاء القبض عليه، لكنه في نهاية ناحية المصريون أنه في هناك الكثير في المحكمة، هناك العدد 5 أشخاص هم قد مثلوا أمام المحكمة وأيضا تتابع قضيتهم، ولكنه فقط أنه أتابع بعض الأمور الأخرى. مايكل أديل أيضا هو من مصر، ووفقا للاستنتاجات لهذه القضية هو أيضا طبعا بخاصة أنه هناك العمليات بهذا الموضوع، وخاصة من ناحية الدفاع عن هؤلاء الأشخاص، لكنه وليد أيضا بهيمي هذا الشخص هو أيضا أحد المتهمين في هذه القضية، لكن هناك أيضا آخرون متهمون وأسماء كثيرة جدا متورطة في هذه القضية، لكنه بعضهم أنا فقط أنه وضعت اسم هذا الشخص لرجل الأعمال، وهناك رجال أعمال آخرون، فهي القضية واسعة جدا، أشخاص كثيرة جدا وراء هذه القضية. فبالنسبة لنا في زامبيا هذا شيء جديد ولم يحدث أبدا، ونحاول أنه نجد أفضل الطرق لكي نحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن أيضا، وأيضا هناك أشخاص معروفين في زامبيا يتابعون هذه القضية أيضا، وبالطبع هناك الهومونغا ومن ناحية الشرطة أيضا هم يتابعون هذه القضية، لكنه الوضع الواسع خاصة للسيد
الذي قام أيضا بمتابعة هذا الأمر. طبعا هذه هي بعض الأسماء التي يعني ذكرت في هذه القضية. طيب سيد أرثر، يعني هناك أكثر من متغير حدث في القضية. بداية كانت القضية هي قضية تهريب ذهب، تهريب شراء ذهب، صفقة ذهب بطريقة غير مشروعة، وفي لحظة ظهور القضية تم الحديث عن عدد من المشتبه بهم، عن عدد من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وتم اعتقالهم. والآن الأعداد كل يوم بتتغير، يعني في البداية سمعنا عن 6 متهمين مصريين كانوا على الطائرة، بخلاف طبعا طاقم الطائرة، سواء الطيار سواء مضيفة الطيران والطاقم الأمن وأفراد الأمن، بخلاف الأشخاص من زامبيا، بخلاف الهولندي والأثباني من لاتفيا، مواطن من لاتفيا. الآن نسمع أن المشتبه بهم هم 5 فقط، بالإضافة إلى المتهمين من زامبيا. لماذا الأعداد تتغير؟ لماذا تتناقص يوما عن يوم؟ اختفت أسماء من القضية تماما. في بداية الأمر سمعنا أنه تم التحفظ على الطيار، وكنا في حالة استغراب أنه يعني طيار يقوم بعمله، طاقم الطائرة يقوم بعمله، وتم اختفائهم دون أي تفاصيل. هل تم إعادتهم إلى مصر؟ هل تم إنهاء التحقيقات الخاصة بهم؟ أم أنهم ما زالوا ضالعين في القضية؟ نريد تفاصيل أكثر عن الأعداد المتغيرة يوما عن يوم. نعم بالطبع، كما ذكرتي أنه الأعداد للمتهمين أنها تتغير كل يوم. لحد هذه اللحظة ما رأيناه خاصة للمواطنين الأجانب، خاصة أنهم الذين مثلوا في المحكمة، وبالطبع نحن نتابع هذا الأمر بطريقة نزيهة، لكنه أيضا هناك 6 مواطنون من مصر في هذه القضية متهمون في هذه الحالة. وأيضا تم القول أنه في المحكمة هناك 5 أشخاص، هذا ما رأيناه، ولا نعرف بالضبط الأعداد، لكنه من هؤلاء؟ هناك 4 أيضا قالوا أنه أحدهم كان من مصر، وأيضا الشخص أنه من دولة أخرى. أيضا ماذا يحدث في هذه القضية؟ ممكن أن يكون هؤلاء الأشخاص ممكن أن يذهبوا إلى المحكمة أيضا، لأنه لحد الآن هنا شخص واحد فقط تم إصدار الحكم عليه حسب القانون. من هو الذي تم إصدار الحكم عليه؟ That person that's been already have the judgment. One person has been judgment. I missed that one. Can you tell me the person that's been? We do not know exactly. لا نعرف بالضبط من هذا هو الشخص بالذات. هو من مصر، لكن لا نعرف من الآن. الشيء الذي نعرفه من هؤلاء الأشخاص الخمسة الذي أخذوا إلى المحكمة، لكن أيضا هناك الشخص السادس، فلا نعرف بالضبط هويته أو عن أي شيء عنه لهذا الشخص السادس، لكن نتمنى أن نحصل على معلومات أكثر في هذا الموضوع، وسوف أيضا توضح الأمور بطريقة أفضل. لكنه أيضا من البداية أنه نحن أيضا ليس لدينا وضوح على الشخص السادس. يعني أفهم من كلام حضرتك أن الشخص السادس من المتهمين هو الذي حصل على حكم، وحتى الآن الحكم غير واضح وغير معلن، هل أنا فهمت بصورة صحيحة؟ الشخص السادس هو غير معروف. نعم، ولم أيضا حسب علمنا
الأشخاص الذين تم محاكمتهم هم فقط 5، لكن الشخص السادس لم يحاكم، وهم أيضا هناك 6 أشخاص من زامبيا، فالعدد هو 11 شخص. 5 منهم هم تم محاكمتهم، لكن الشخص السادس مخفي ولا نعرف من هو لحد هذه اللحظة. ففي الوضع الزامبي أنه نحن نعتمد على أنه ما تم العمل به في المحكمة، يجب متابعة كل هذه الأمور، ولكنه لحد هذه اللحظة هناك 5 أشخاص مثلوا في المحكمة وتم محاكمتهم، لكن الشخص السادس لا نعرف من هو. وهناك أشخاص آخرون أيضا بالمجموع العدد هم من زامبيا، هم 11 شخص. حضرتك ذكرت أنه حصل على حكم ولا نعرف هوية الشخص السادس، لكنه حصل على حكم. هل هو حصل على براءة وانتهى دوره من القضية، أم حكم وسيكون هناك عدالة تأخذ مجراها؟ براءة خرج من القضية ولا ما زال متهم في القضية؟ الشخص رقم 6 ما زال غامضا من هذه اللحظة، خاصة للعامة. فقط 5 أشخاص جلبوهم إلى المحكمة، مثلوا أمام المحكمة، لكن الشخص السادس لا نعرف بالضبط أنه ما حدث له. وأيضا هناك 5 أشخاص من زامبيا، ولم نسمع أي شيء عن الشخص السادس، لكنه أول مثول لهم في المحكمة يوم الجمعة في الأسبوع الماضي. وبعضهم طبعا تم معاملتهم، وأيضا الأجانب لم يمثلوا أمام المحكمة. الأشخاص الذين مثلوا أمام المحكمة هم فقط المواطنين من زامبيا. فالبارحة عندما أتوا إلى المحكمة، 5 منهم وصلوا إلى المحكمة ومثلوا أمام المحكمة. 5 أشخاص تم معرفتهم، وأيضا أسمائهم هي معروفة ونعرف من أين أتوا، لكنه الشخص السادس لا نعرف أي شيء عنه. أنه لا نعرف أيضا بالضبط لماذا هناك غموض عنه، لأننا أنه هناك أيضا متابعة واضحة في هذا الأمر. وأيضا لكنه الأشخاص أحدهم مثلا أنه من أماكن أخرى مختلفة، وبعضهم من مصر، وبعضهم رجال أعمال، لكنه الشخص الوحيد من هؤلاء الأشخاص الخمسة هو أيضا لا نعرف أي شيء عنه. سيد آرثر، هل ذلك طبيعي بالنسبة للقانون في زامبيا أن يتخلف شخص عن الحضور؟ بالإضافة إلى نقطة أخرى، حضرتك ذكرت أكثر من مرة أن من مثلوا أمام المحكمة أمس كان عددهم 5 أشخاص أجانب بخلاف المواطنين أو المتهمين من زامبيا، لكن عدد المتهمين الأصلي في القضية يتجاوز 9. لدينا نتحدث عن 6 مصريين، نتحدث عن آخر من هولندا، نتحدث عن شخص من إسبانيا، نتحدث عن واحد من لاتفيا، الذين مثلوا أمام المحكمة أمس، هل الخمسة مصريين أم كان بينهم مواطنين من دول أخرى متهمين في القضية؟ هؤلاء الأشخاص الخمسة وفقا للمعلومات في المحكمة هم جميعهم من مصر، هم جميعهم مواطنون مصريون، ولم يأتي أحد منهم لحد الآن. فكل هؤلاء الخمسة في حسب المعلومات التي لدينا هم من مصر حسب تصريحات المحكمة، لكن الآخرين من دول أخرى، والشخص السادس أيضا هو من مصر، لأنه قال هناك الشخص السادس من مصر لكنه لم يأتي إلى المحكمة.
ولكن أنا قلت أننا لا نعرف بصراحة من هو هذا، قد يكون من مصر أيضا، لكنه هذا النوع من الأمور من ناحية الإلقاء القبض، وأيضا هؤلاء المسؤولين الأمنيين يعطون هذه الأرقام والأشخاص وأسمائهم أيضا، لكن لم نحصل على أي معلومات على الشخص السادس في هذه القضية. وأيضا هناك ثلاثة أشخاص من أماكن أخرى هم ليسوا من مصر، ولماذا هم لم يمثلوا أمام المحكمة؟ لكنه أنهم ممكن أن يكون ليس لديهم أي علاقة بهذه القضيات، لكنه إلى حد هذه اللحظة نعرف أن هناك حكم واحد فقط تجاه ذلك الشخص، الحكم الوحيد فقط الذي خرج، فقط للتأكيد، خرج بخصوص المتهم السادس المصري أم أحد الأطراف الأخرى من دولة أخرى؟ الشخص رقم 6 وفقا لما قالوه لنا من رجال الأمن والأشخاص الذين أيضا لديهم مثول أو مشاكل في هذه القضية، في 14 من أغسطس آب رجال الأمن أنهم أيضا ووفقا للقضاء قالوا هناك 6 أشخاص من مصر، ونحن نعتمد على هذه المعلومات الرسمية من رجال الأمن، هناك 6 أشخاص من مصر، لكنه 3 منهم فقط أيضا مثلوا، لكنه وفقا للأشخاص الأربعة التي تم إلقاء القبض عليهم قالوا لنا أنه هناك 6 أشخاص، مجموع 6 أشخاص من مصر، و هذه حسب ما حصلنا عليه من معلومات من الجهات الرسمية الأمنية، لكنه أيضا في المحكمة مثلوا 5 أشخاص فقط، وأيضا البارحة وأيضا اليوم كانت هناك متابعة تجاه هذا الأمر، لكن من الذي سوف يمثل أمام المحكمة لا نعرف بعد ذلك. هل نتوقع أن غدا سيمثل جميع المتهمين في المحاكمة؟ حضرتك ذكرت أن في محاكمة غدا الأربعاء، هل نتوقع أن نرى جميع المتهمين غدا في المحكمة أم لا؟ هذا يعتمد بصراحة على رجال الأمن في هذه القضية والقرارات الذي سوف يصدرونها، لكنه ما نعرفه هناك 5 أشخاص يجب أن يأتوا إلى المحكمة، ووفقا المعلومات التي تم تزويدها ولا نعرف إذا كان هناك أشخاص آخرون سوف يمثلون أمام المحكمة، لكنه رجال الأمن هم يقومون بمتابعة هذا الأمر، لكنه هناك أشخاص لم يحضروا المحكمة، فلا نعرف إذا سوف يحضروا إلى المحكمة أو لا، لكنه نحن قد فهمنا بأن هؤلاء الأشخاص 5 الذين أتوا إلى المحكمة أنهم ممكن أن يأتوا مرة أخرى إلى المحكمة ويمثلوا أمام الحاكم، وأيضا هناك أمور كثيرة جدا تجاه الحكم تجاههم، إذا تكون هناك قد يكون هناك أيضا إطلاق سراحهم أو ممكن أن يبقوا في السجن إلى أن يأتي قرار آخر. ما نعرفه أيضا حسب القوانين هؤلاء الأشخاص في هذه القضية أنه يجب أنه يحضر المحكمة ويمثل بالمحكمة، لكنه بوضوح أنه الدولة سوف تأخذ بنظر الاعتبار والسلطات أيضا أنه تتابع هذا الأمر، لكنه نحن نضمن بأن هؤلاء الأشخاص 5 سوف يأتوا إلى المحكمة ويمثلوا أمام الحاكم أيضا، لكنه حسب الوضع والقرارات. هل المتهم السادس الذي حضرتك ذكرت أن لديه العديد من الغموض ما زال في زامبيا، ما زال محتجز أم غادر زامبيا؟ بصراحة
لا نعرف إذا هذا الشخص هو في زامبيا أو قد خرج خارج جمهورية زامبيا. لم يعطوا إلينا أي معلومات ولم نحصل على أي معلومات. قد يكون هو ما زال في زامبيا، لكن ما نعرفه هو أنه الأشخاص الخمسة الآخرين هم في زامبيا وسوف يحضر المحكمة، لكنه سوف نرى غدا ماذا سوف يحدث. أنه هناك غموض كبير وواسع جدا بالنسبة لنا جميعا. هناك ثلاث أشخاص أيضا يجب أن يمثلوا أمام المحكمة، لكنه بالطبع هناك أيضا أجانب آخرون، ولكنه السلطات تتابع هذا الأمر. والمعلومات التي لدينا هناك الأشخاص الخمسة هم سوف يمثلوا أمام المحكمة والسلطات تتابع هذا الأمر كما ذكرت، و أيضا سوف يرون إذا كان هناك الأشخاص سوف يحضروا غدا في المحكمة أم لا. هل القانون في زامبيا، يسمح للقنوات الإعلامية والصحفيين بحضور مثل هذه الجلسات في القضايا المثيرة، أم أن القانون يمنع مشاركة الإعلام والصحافة؟ وفقا إلى القانون الزامبي هم أنه الصحفيون أيضا ممكن أنه يحضروا ويستمعوا إلى القضية، وهناك الكثير من الصحفيين قد كانوا في المحكمة وتابعوا القضيات في هذا الموضوع. وبالطبع نحن يسمح لنا حسب القانون في زامبيا، نعم يسمح لنا بالوجود في المحكمة لمتابعة القضية من أجل متابعة التطورات والأشخاص المتهمون. أيضا هناك في المحكمة وهناك أيضا شهود، يجب متابعة جميع الأمور في هذا الموضوع. لكن الشيء الوحيد الذي لا يسمح به هو أن تتحدث أو أنه تتنبأ ما ممكن أن يحدث في هذا الموضوع. فالشيء الوحيد عليك أن تفعله هو كتابة ما يحدث في المحكمة وما هو الحكم تجاه المتهمين والشهود، ومتابعة الأمر بنزاهة واسعة جدا. لكن لا يجب أن نقوم بإضافة أي معلومات أخرى. نحن كصحفيين يسمح لنا في هذا الأمر بالحضور في المحكمة، لكنه حسب الإعلام الزامبي يسمح لها أيضا بالحضور للمحكمة ومتابعة القضية وأيضا إعطاء المعلومات إلى العامة. و البارحة أيضا كان هناك صحفيون، وأيضا هناك أعضاء العائلة، الأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم هم في المحكمة للاستماع إلى هذه القضية. فالصحفيون الزامبيون أيضا يجب أن يسمح لهم بالدخول ومتابعة هذه القضية وكتابة ما يحدث والإجراءات في هذا الموضوع. فقط الصحافة الزامبية أم الأمر متاح لكل قنوات الإعلام؟ يعني مثلا لو تحدثنا عن قناة الشرق، لو استطاعت التواصل مع أحد الصحفيين أو المراسلين في زامبيا، هل يستطيع إجراء تغطية للمحاكمة لصالح قناة الشرق، أم الأمر يقتصر فقط على الصحافة والإعلام في زامبيا؟ ما نعرفه الآن أنه الصحفيون الأجانب هم لديهم الصلاحية بتغطية المعلومات وأخبار هذه القضية. وأعرف أنه أيضا لدي صديق صحفي من قناة الجزيرة يتابع هذا الأمر أيضا، وهناك أيضا إعلام ووسائل إعلام أخرى تتابع هذا الأمر، وسمح لهم بمتابعة هذه القضية إلا إذا كانت هناك محاكم أو محكمة مغلقة. سوف تكون هناك طبعا منع للكاميرات والصحفيون أن يدخلوا هذه المحكمة المغلقة الخاصة،
والإعلام نعم هم يسمحوا لهم بالرغم من أنهم من أي مكان في العالم يسمحوا لهم نعم حسب إقرار القانون في هذه القضية، لكن الشيء الوحيد أنه المحكمة الزامبية لا تسمع الأشخاص أنه أو تأخذ صورا أو أي شيء للأشخاص العاديين، أنه فقط يجلسون ويستمعون فقط، لكنه ممكن كتابة ما يحدث من المعلومات. الكاميرات تسمح خارج المحكمة، غرفة المحكمة، وأيضا ممكن أنه تسمع ما يحدث داخل المحكمة، وحتى أنه نحن أنه نكون خارج المحكمة أحيانا، لكنه جميع الزامبيين والصحفيون الأجانب ممكن أن يغطوا هذه القضية. حضرتك ذكرت أن بالأمس كان هناك حضور لأهالي المتهمين، أي أهالي تقصد؟ أهالي المتهمين من زامبيا أم أهالي المتهمين من مصر؟ العوائل الذين مثلوا وحضروا المحكمة في هذه القضية هم من الأشخاص المتهمين في زامبيا، ولم نرى أي عوائل من المتهمين للمتهمين الأجانب بعد، وأنه ممكن أن يكون هناك عوائل من المتهمين الأجانب لكنه لم يحضروا، أو ممكن يكونوا خارج المحكمة، لكنه العائلة التي حضرت هي خاصة بالمتهمين من زامبيا، وهذا ما نعرفه فقط، أنه أيضا أعضاء هذه العوائل للمتهمين ممكن يسمح لهم بالدخول للمحكمة والمتابعة، وأيضا ممكن أن يدعموا المتهمين حسب الوضع، لكنه نحن فقط نعرف هذا ما نعرفه لحد الآن. الحقيقة أنا أعرف أني أطلت على حضرتك سيد آرثر، لكن القضية يعني بها الكثير من الغموض، ولا أستطيع أن أنهي الاتصال معك دون السؤال عن التطور الخطير والمفاجئ الذي حدث في مجرى القضية. نتحدث عن طائرة بها ذهب مزيف أو حقيقي، بها ملايين من الدولارات، بها تجار ذهب وأفراد معهم، فجأة تحولت القضية أمس إلى قضية تجسس. يعني كيف حدث هذا التطور النوعي والغير مفهوم في القضية؟ كنت أحسب في البداية أن قضية التجسس ستكون موجهة فقط للمتهمين من زامبيا، لكن بعد الاطلاع على أحد التقارير وجدت أن التهمة إلى جميع المتهمين الذين كانوا على الطائرة. أسباب هذا التحول في مجرى القضية ولماذا؟ ونحن في البداية نرى أنها صفقة ذهب، يعني كيف تحولت لتجسس؟ بالحقيقة أنه نعم، عندما ألقوا القبض على المتهمين وأنه ما جاءت المعلومات من هذه القضية، وحسب المعلومات أن هناك ملايين الدولارات وهناك أيضا الذهب، لكن لم نعرف نسبة الدولارات وعددها، لكنه حوالي 11 مليون دولار أمريكي، لكنه وفقا إلى رجال الأمن والسلطات الذين قاموا بإلقاء القبض على الأشخاص أنه 1.5 مليون دولار أمريكي، ووجدنا أن هناك أيضا خمسة مسدسات هناك، وأيضا أمور أخرى، وأيضا ذخائر للسلاح، والذهب الذي أنه حوالي 600 قطعتين من الذهب، التي أيضا 1.7 أيضا كيجيز، وأنه يقومون بفحصها، وكانت أيضا طائرتين، أحد هذه الطائرات هي أنه فيها تتابع الأمور الزامبية، وأيضا التعامل معها كان مع الزامبيين، تم إلقاء القبض عليها، وأيضا الطائرة الأخرى كانت مصرية من القاهرة، أيضا أتوا
من القاهرة، لكن هؤلاء الأشخاص التي تم وجود أمور أخرى في هذه الطائرات، لكنه الأمور الأخرى التي تم متابعتها تجاه هذه الطائرات وما وجد بها، هو تحاول السلطات الأمنية أنه التدقيق بما وجد في هذه الطائرات، لكنه أيضا هناك سبعة أيضا ذخائر كثيرة جدا وأموال وذهب وأيضا أمور كثيرة أخرى، نحاول أنه نقوم بالتدقيق بها ومتابعتها، والذهب أيضا بعد وجوده أيضا نحاول أن نعرف القيمة الأساسية له، لكنه وفقا إلى ما نعرفه نحن هناك حكم على النسبة التي وجدت في الطائرتين، لكنه تجاه مثلا الذخائر أو الأموال الأخرى ما زلنا نتابع هذا الأمر، وخاصة تجاه نسبة عدد صفائح الذهب، لكنه قضية الذهب هي واسعة جدا، وأيضا هناك طائرتين كما أنا ذكرت تم إلقاء القبض عليهم، و خاصة أنه أمور كثيرة جدا غامضة ما زلنا نتابعها، ولكنه ما حدث أنه من ناحية التجسس وأيضا وكيف تحولت هذه القضية إلى قضية تجسس ما لا نعرف بصراحة لماذا، لكنه ما زلنا نتابع هذا الأمر من السلطات الأمنية، وأيضا هناك أمور كثيرة جدا لا نعرفها، في هناك أيضا أشياء أخرى تم كشفها في الطائرة نتابعها أيضا. إذا كنا نتحدث عن طائرات أخرى وطائرات أخرى حولها مزيد من الغموض، لماذا لم تدرج هذه الطائرتان الأخرتان في القضية؟ وتم الحديث فقط عن طائرة واحدة بمن عليها من متهمين بما عليها من أموال أو ذهب. نعم هذا صحيح، الطائرتان الأخريتان نحن فقط رأينا له أنها كانت في الجو، ولسنا متأكدون إذا أنه قد قالوا لنا أن هناك طائرة واحدة فقط أجنبية أتت إلى زامبيا التي هي تورطت في هذا الوضع وفي هذه القضية، وهذه الطائرة التي وجدت أو أتت من الخارج، لكنه أيضا هناك طائرة صغيرة من زامبيا، لكن الطائرتان الأخريتان هي ليست تابعة إلى زامبيا، لكنه لا نعرف بالضبط ما هي الأحداث، نحن فقط رأينا هذه الطائرة، لكنه بعض التنبؤات الأخرى هناك أربع طائرات أخرى، لكنه نحن لسنا متأكدون بصراحة من هذه المعلومات، ما رأيناه هو هناك طائرة واحدة فقط، وأيضا هناك أيضا متهمون وأمور أخرى يجب متابعتها. سيد أرثر، سؤال أخير، آخر سؤال، تحدث البعض في الأيام القليلة السابقة أن هناك دول تتدخل من أجل حل أزمة الطائرة، وأن مصر أرسلت وفد رفيع المستوى لحل الأزمة، أن المملكة العربية السعودية قامت بنفس الدور. بإجابة مختصرة، حدث أم لم يحدث؟ هل حدث بالفعل وساطة من مصر أو من دول أخرى لإنهاء أزمة الطائرة؟ نعم، نحن سمعنا عن هذه الأمور، وهذه الأمور والمعلومات هي على الإنترنت، ومن ناحية ما نحن نعرفه رسميا
هو لم يقول لنا هذه الأشياء التي أنت ذكرتيها، لكنه نحن نتابع هذه القضية، لكن قالوا لنا أنه نتابع المعلومات، ورأينا أنه هناك قد يكون أشخاص وساطة، لكننا لسنا متأكدون. لم يذكروا لنا هذه الأمور، وخاصة إذا كانت هناك طبعا كما ذكرت أنه طائرات أخرى إضافية في هذا الموضوع. لكن هذا يعني كلامك قد يكون صحيحا، نعم، لكننا لا نعرف بالضبط من ناحية من هم الوساطة، لكنه خاصة تجاه الطائرتين. لكنه أيضا هناك بعض الجهات تحاول أن تكون وساطة، ليس لدينا أي معلومات في هذا الموضوع إذا كانوا قد يأتوا من مصر أو من المملكة العربية السعودية، لكن أيضا هناك جهات أخرى من داخل زامبيا تحاول أن تتابع هذا الأمر، وقد تكون أيضا وسيطة في هذا الموضوع لمتابعة من هم الوسطاء والتعامل معهم، لكننا لسنا متأكدون 100%، إلا إذا كانت هناك هي في المحكمة، والمعلومات هذه تعرفها المحكمة فقط والسلطات الأمنية، لكننا نحن لا نعرف بصراحة. وأيضا كل المعلومات هي لديهم، وهناك اجتماعات أيضا تعقد من أجل أنه يحاولون إيجاد الحلول لهذه القضية، ومتابعة من سوف أنه التعامل مع من تجاه الطائرتين والطائرات الأخرى. لكن قد هذا يكون صحيحا أو قد لا يكون صحيحا من ناحية الوساطة، بصراحة لا نعرف إلى حد هذه اللحظة. وأيضا نعرف أنه هناك تطورات كثيرة جدا، لكن لا نستطيع أن نقولها إذا كان هذا صح أم خطأ. سيد آرثر ديفيدز الصحفي الزامبي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا وعلى الأمور الكثيرة التي تم توضيحها من خلال تلك المداخلة.